كويك توك مع شادي بلان في رمضان. كويك توك واليوم معنا الممثلة عنات حديد. نرحب بعنات معنا. رمضان كريم عنات، مرحبا. رمضان كريم وفصح مجيد وكل عام الجميع بألف خير. كيفك شادي؟ تمام، رحب فيك معنا. معنا دقيقة ونص، في 10 أسئلة بدنا نجاوب بسرعة وعفوية عشان تلحقي، وإذا ما لحقتي في مهمة بسيطة. ماشي عنات؟ طيب يلا يلا بلشنا. كويك توك. أكتر دور بتحبيه من بناتهن؟ فوضى بمسرحية هيلا هوب ولا بعيلة برنجي؟ هيلا هوب. بأي عقد كنت بتحبي تعيشي؟ من الأربعينات، بالسبعينات ولا بالثمانينات؟ ثمانينات. يلا ثمانينات. خلينا نتخيل عنات في فيلم مشترك مع مين ممكن تمثلي؟ مين بتحبي تحلمي؟ توم هانكس، توم كروز ولا فان ديزل؟ مين؟ توم هانكس. فيلم مفضل من بين هالأفلام عنات؟ أمور شخصية، بر بحر ولا الجنة الآن؟ أمور شخصية. ممثل بتحبي تمثلي معه بالفترة القريبة بفيلم؟ أشرف برهوم، نورمان عيسى ولا سليم ضو؟ أشرف برهوم كمان مرة. فناني بتحبي تحضري لها حفلة كمان دور؟ نجد الرومي، فيروز ولا جوليا بطرس؟ جوليا بطرس دفنتلي. حضرتي لها كمان حفلة؟ كتار. عنات السنة بدنا نطلع نسهر بحفلة راس السنة، مين ناخد معنا؟ خولة حج جبسي، رنين بشارات اسكندر ولا منى حوا؟ واو، لو رنين ما بقدرش اختار بيناتهم. صعب. ناخدهم التنتين؟ ناخدهم التنتين طبعا. تمام، خلص الوقت عنات، شكرا لإلك. بس وصلنا للسؤال رقم 7، ما لحقنا. عنات عنا مهمة لإلك، كنت مذيعة انت زمان، قدمي لنا أغنية لجوليا بطرس نبلش فيها البرنامج بأسلوبك، بنفع؟ يلا مع بعض. سلام لكل مستمعينا وكل الموجودين معنا على السماع. رح نبلش مع The One and Only جوليا بطرس، فانبسطوا معنا. شكرا عنات حديد، ورمضان كريم. رمضان كريم، كل عام الجميع بألف خير. شادي حبيبي، باي باي. إلى اللقاء، باي باي.